راكم جابرين حالة على الحمادة، أما والله ما سبقوا هون ليلتين متابعين، هذا الخلق قاعد هون إلا ما هو جابر حالة للحركة، أما والله ما يقعد، لا ما القاعد هون إلا ما عندك وعد في الدشر ولا عندك وعد في إسبانيا ولا عندك وعد في موريتانيا ولا ما عنده باش يشيل الدارات يقعد فيهم، أما اللي يعود من مداله هاجر وقيا. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي بهريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، كالعادة الخوت دائما التسريبات الصوتية، هذه التسريبات الصوتية غنسمعوها من نقر مخيمات تندوف، هذه التسريبات الصوتية غنعرفوا الواقع الحقيقي اللي كيعيشوا ساكنة مخيمات تندوف، هذه التسريبات الصوتية غتوصلكم فكرة، هل هم محتجزين أم فعلا كما تقول الجزائر البوليزارو لاجئين؟ كتعرفوا الخوت احنا من ندخلوا في حوار ونقاش وجدال مع البوليزاريو ومع عناصرها مع أبواقها مع مرتزقاتها مع عملائها مع الجزائريين ونقولهم على أن ساكنة مخيمة تندوف ليسوا بلاجئين وإنما محتجزين، هما يقولون لا لاجئين عند الجزائر ورا انهم عايشين بخير وعلى خير على ارض الجزائر، غير الواقع الواقع ما كيوصلكمش، الواقع نسمعوه ان شاء الله في هذا الفيديو. وانا كنتصنت وحده من ساكنه المحتجزه في مخيمه تندوف، اش كتقول؟ كتقول على انه حنا في الحماده في مخيمه تندوف لو اتيحت لنا الفرصه نهربوا بجلودنا من المخيمات، والله لا برك فينا واحد في المخيمات. علاش حنا في المخيمات تندوف؟ لانه ما عندنا كواعط، ما عندنا اوراق نقيسو تندوف في المدينه، على الاقل تندوف في المدينه ونعيشوا بخير وعلى خير فهم، وما نقعدوش هنا في الحماده في مخيمات تندوف. ولو عندنا الفلوس والفضه نقيسو موريتان ونشرو الديار ونسكنوا فيها، ولا عندنا الكواعط يعني الاوراق الموريتانية نتوجهوا لموريتان ونعيشوا في موريتان ونهربوا بجلودنا ونعيشوا في أمان في موريتان وما نجلسوش في مخيمة تندوف. ولو عندنا كواعط إسبانيا أوراق إسبانيا نتوجهوا حتى إسبانيا نمشيوا لإسبانيا، المهم أنه ما نقعدوش عندكم في مخيمات تندوف. هذه الصوتية الأولى اللي غنسمعوها، الصوتية الثانية غنسمعوها من وحدة صحراوية أمرا كبيرة ينقال لها فاطمة بيجة معروفة، وكتحكي وتشكي وتقول لهم انتوما جبتونا من الصحراء، جبتونا من الصحراء الغربية المغربية، جبتونا قلتو لنا رانا في الثورة ولا هي نستقلوا العقب ورجعوا مستقلين وبركنا معاكم، دا اللي قال له الثورة يا غير درايك، هذه الثورة تحولت لمعاناة، احنا احتجزتونا في المخيمات وعايشين الا على الويل وعايشين على الخوف وبدون امن وبدون امان، وانتوما كقياديين ومسؤولين للبوليزاريو عائلاتكم واهلكم واقاربكم واولادكم وزوجاتكم ما كاينينش معنا في المخيمات، عايشين في اسبانيا عايشين في فرنسا، نشوفوهم في فيديوهات عايشين الاف البضخ والرفاهيه وعايشين ممكن ويقراو في اسبانيا ويعيشوا في احسن عيشه، غير احنا ولادنا في المخيمات عايشين الا على الويل والعطش والاحتجاز وتقدموهم الموت والهلاك في المناطق الهزيلة، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي يعيشوه ساكنة مخيمة تندوف. لهذا الخوت ما نخليش أنا نفسي نبقى نحكي وإنما نسمعوا صوتياتهم، الفيديو يحتاج لجيمات البارتاج والتعليق، وتعليقكم يهمنا، وهذا الفيديو نظرو حنا يوصل للصحراوي كاملين، السياني اللي منهم في المنطقة في المغرب ولا اللي في موريتان ولا في أوروبا ولا حتى في المخيمات، الواقع مر. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 1480 الجايز والشيب كانت مسكنتهم ولا الثورة مسكنهم ولا الاستغلال، الاستغلال يبان ما هو خالق والثورة تبان ولا تشخاص، عقب الكتابة العامة معدل عندها المظاهرات معدلها وزير الدفاع والله وزيراش
ما تلوراش هذا ما تليتو جابرين تخزنوا عنا في الدبش ياك سمعت ولات لحد يفتت باسمنا ولات لي كفر الاخبار باسمنا والله ما تلي مسكنش والله ما تلينا شايفين ستشات كورنا وذاك اللي قال عنه مسكن الكويت ولا نويت احنا ندوروا لا الاستغلال ندوروا لا الرجوع الوطن ومنين عادت لا قضية اشخاص مكبرين فينا بينا ذراهم خلاص باعنا عشر رانا وضح النص كلش ورانا عرفنا عنهم كبروا بينا ذراهم ووكيلنا فيهم مولانا ياك سمعت عقب الكتاب العام مهيجم عليها باسم شخص ما تلوراش يا ودري شمال ولا عند ولا عندك باش عقب الدفاع حاصل عند الكتابة العامة بوك انت اخوك انت ذا مات لوراش احنا ساكننا شاكن عنا الثورة ونحانوا الاستغلال ونحانوا الرجوع للوطن ونحانوا ذا كامل منين الشتت وصوم شيت ورا البحور وقعدتوا تكلموا العناتي وثبتوا تدقونا لو تاد هون احذا مات في شد الاخبار راهم كبروا بينا ذراهم وكلنا فيهم الله تبارك وتعالى ما احنا قايو قيمات لنا حاركين سكنوا للقويرات ما فات منا مات اللي مات راهو رد فيهم واللي ما مات راهم اللي مزال وعده ما احنا مثلنا وحاركين يحكم عنا فاضل كانوا لي يحركون الرجال الرجال اللي قعدوا ورا البحور يرسل لنا احنا لسانه واللي يهجم علينا عند الكتابه العام باسم شخص شو تلقى ورده اللي لا يتبرع عنه تريتو شنو هو تلاشي ورده هذا مات لورش نسكت عن احداث 88 جايين المقاتلين كلهم ارثام وشير فيدو لهي بطماته واخواته وجوزاته ودريكات يوم اللي نهي نسكت على الكتابة العامة نجوم عليها ذا اشتلا وراه احنا ما جينا من اجل يباتي السلام عليكم ما جينا من اجل وزير ولا جينا من اجل رئيس ولا جينا من اجل حد يقض ولا حد يرقب ولا جينا من اجل الغباي احنا جينا من اجل الوحدة الوطنية والوحدة غطان عنها ما انشبرت كذبا قالت عين بنتيلي ولا تشتات ياك سمعته والثورة الحمد لله ذي هي كلها قبيلته تقوم وتقعد قبيلتي انا قبيلتك انت ذيك ياسر وذيك قليل احنا يباتي ما احصر هون على ضرق من اجل وراوكينا مولانا كانت النية بيضة حتى وزينة حتى ومزالت زينة يا غير ما جبرت فاشت زيان راهو الوكيل الله إلا ما جبرت بعد يوم أشعر فاشت زيان وما مزالت زينة حتى يا غير ما تلات جابرة فاشت زيان توفرنا قايلينها للوزارة وقايلينها للرئيس وقايلينها لذاك اللي دافع دونهم وقايلينها لذاك دافع وراه وقايلينها للمقاتلين اللي شادين أخبارهم وقايلينها للنساء وقايلينها للرجال اللي يحشمنا الصوت بشي ضريك يتفضل رانا احنا اثنين اللي حشمه رواقيش الى عادوا فيهم مول يحشموا غير قال لهم كان فيهم مول يحشموا اللي فات حشمهم ذا من الارواح يلقط اللورة ويلقط القدام خلاو الرشيد ولا خلاو قويرت بويل ولا خلاو الشقات ولا خلاو ديات وطرارت ولا خلاو شي يسوى هو شنو ذا كان ما قد يحشم حد عاتم اللي ضريك ينهجمون قال مزالين قال لنا الثورة الثورة يا بويا ويني والله لا استفتاء والله ما نجبر شي ما قلنا فيه بث عملها النار الحمراء ولذا اللي احنا قاعدين فيه النار الحمراء ولذا اللي احنا قاعدين فيه به اللي ما هو حقيقي شي منين كان حقيقي والله قايلين احنا عنه حقيقي بلا جويكم ولا العدل لا تفيتيت وكلكم كبر من ذروتهم الذر احنا مقالبنا كم خبره السلام عليكم ورحمة الله احنا ما عندنا بدا قد يروس حد ولا عندنا قضي المعارض الحد ولأن شادين أخبار حد يا غير منين شدت الناس أخبار روسا وبيغين نشاركوا معها في شد أخبار روسا كنا شاكن عن الدنيا الكسرة اللي كسرت المسلمين وكنا شاكن عن الناس اللي تكذب هذا كامل اللي يلغط مكذب شاكن عنه اللي يكذب يا غير أن عرفنا عن المسلي حق وعرفنا عن حدها وحد القيادة ياك سمعت كلهم ماشي يهسي 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 لين كان يكبر ولده يديروا في بلو ثم باش تعيبوا الملك عنده فرق واحد ذاك هو يقدموا اللورة ويقدموا القدام إلا رفسش إلا الملك يقدم فام عنده وانتم ما تقدموا واحدين ثانيين عندكم شن هو الصدق احنا سلمان دوره سلمان مملكية اللي جاء خاصولين يكبر ولده وجيبه له
ودور الناس تسكت ما الناس ساكتين علاش لا نسكتوا كيف ما قال بريطانيا ديروا بقى لسنتكم على المجمر وتشوفوا كانكم تقدوا كانكم ولا ذيك الساعة تكلموا ولا تسكتوا واحد يعود يشمر واحد يعود مقلق صبرنا على حيوانكم صبرنا على دياركم وصبرنا على علياتكم ويشتغلون معانا وصبرنا على إبلكم وصبرنا على غنمكم وصبرنا على ذاك المخزون عنا وصبرنا على ذاك اللي ما هو مخزون عنا إيه هذا شنو معناه إحنا لعدنا جايين من شيء يظهرنا وراه ظهرنا عنا ما أننا جايين من شيء يا غير طحنا على روسنا وجينا وذاك الفيه الخير أثر ولانا يسلع يفيتق عنا ذي العقدة العلينا راشينها عند الله تبارك وتعالى الله يفيتق عنا ذي العقدة العلينا لا جينا من فم مضبع ودخلنا فم مسبع أكبر من ذاك شنو معنا كل نهار مهجوب علاش ماتلي لا عرفنا عن الدنيا بي اللي تابع لذا المحيط راي مسكنا حالها بكل حال الحمد لله كلها صاحق مشترك معنا احنا ذاك الجاينا وديار في تندوف وقفات والله ديار في الجزائر وقفات والله ديار في محيط الجزائر كامل وإحنا الصقع ذا فيه النشن هم غلبنا الويل يعطيه الويل غلبنا الحمى غلبنا البرد غلبتنا المآسي الحان والثورة الثورة ما هي خالقة خالقين الأفراد خالقين والأفراد ما هم راهم من الأفراد العاديين ولا نتكلم على الأفراد العاديين نتكلم على القيادة كل نهار مشي نحن واحد يوقف وجهنا لا تلاقي وجهنا واحد ولا تلاقي شينا واحد ليه وجهنا ما تلاقي نعدل شبته وشي حد عدنا موجهين روسنا ياك سمعتوا ولا ما سمعتوا ما أركم انتم وما تحشموا لا تستحاوا ليه في عينكم يا القيادة والغير القيادة وذوك اللي ترسلوا يعمل يلا لعتانا وهما يليليه يطير هالشغلة يلا يلا لظليت نصيد واقفة يا المناضيلات يا المناضيلات من أين المناضيلات يلا خليها مسؤولية سياسية وخليها واحدة عسكرية يلا هذا ما تلا ورش ومرحبا بكم وسهلا عزيز ما تلا خافي عنهم شي كل شي ظهر لهم كل شي ظهر ذا هو اللي الديمقراع تقوم واحدة تنصبت العرب تطيح فنصرة تنصبت ذوك اللي مساكين انظلموا السلام عليكم مرة ثانية أخرى شوف منين كانت مسلة الشعب وخافية عنا يحرق بي أم الوراني فيها منين عادت مسلة أشخاص وكل شي وضاح يحرق أم اللي بي الوراني ياك سمعتوا والله ما سمعتوا لا تلاقي كذب علينا حد ولا تلاقي خايفر علينا حد القيادة همها تبني روسها وبناتهم وهمها تكبر ذراها بينا احنا وكبرت ذراها بينا وتفيتيت لدى عيالو ياك سمعتوا بيات لي قد ولد حامضة تلبن يوقف قدامنا ويقول انه خلع بيه اللي ما يخالق ذا اللي كامل كنا نخدمه فيه وكنا نجروا فيه والجينا منثره ولا تفس ما هو خالق يا غير ما فيكم ولد كلها يا ويلي صبرنا على البر وصبرنا على الديار وصبرنا على الغنم وصبرنا على شي مبني في السماء وشي مبني في التراب وشي مبني هون وشي مبني لهيه عاد مولي الكتابة العامة عند خنايفراتنا ذا ما تلا خافي عنا لا دوا في روسكم ما تلا عند حد ما يقول ما تلا عندكم اللي تقول ما تلا لا عندكم انتم اللي تقول ما احنا ما خارجش السلام عليكم مرة ثانية عهد الشهادة اللي انتم الخنتوه يا ذو اللي جاء باركين ورا البحور وتصادوا نحن هم وعهد الشهادة حقانوها لهم يكبروا ذراهم في نحن هم ذا هو الخان دم الشهادة وخان عهدهم ما احنا ما فتنا خنش الا اللي منا نسنف القوير واللي منا مولي تابع وذاك اللي يردم راني قال لك انا يردم بالغدايد وذا المزال مولي مرضو ولا يريد يرتدم بهم هاد الشهداء وينو يلي بركوا في جوافهم يا
يا غير كاتلتنا الشمس، يا غير كاتلنا الحمار، يا غير كاتلنا البرد، يا غير كاتلتنا الرياح، يا غير كاتلنا السرق بركنا تحت اجرى ما نعرف شنو لين ما تريش باع النعجه. ما ترينا صاب، ما ترينا متحملين. كيفك انت ما تحملت وسط صباني، وكيف ذوكلي يتكلموا معاك كاملين ما تحملوا؟ قاسوا صباني وقاسوا فرنسا وقاسوا هولندا وقاسوا بلجيكا. ياك سمعت ولا ما سمعت؟ منين كنا متحملات وتحملنا شاكات عن شيء حقيقي؟ ومنين عادة الافراد مقسمتها لروسها؟ احنا مالنا جايين ضحية الافراد، جايين ضحية وطننا، ووطننا التعب به. ياك سمعت والله ما سمعت؟ ولأن ضد الثور، ولأن ضد الشهداء، ولأن ضد معاناتهم. ياك سمعتوا والله ما سمعتوا؟ اللي خسرها، اللي اعقدها بايديه يفكها بسنه. لا تهربوا ولا تمشوا ولا تخلوا نحنا تي المعاناة، احنا تي المعاناة ما بخلناهاش. ياك سمعت؟ ورفدناها على روسنا، ورفدناها في الحمان، ورفدناها في العطش، ورفدناها في تربية الأجيال، ورفدناها بحمولتهم. ياك سمعتوا والله ما سمعتوا؟ ولا تسلخوها إلى الرقبة وتمشوا عنها، قعدوا معانا فيها والله سكتوا عن نفامكم. ياك سمعتوا والله ما سمعتوا؟ منين عادت لا قضية وحدين يرقبوا، وحدين يقضوا، وحدين يتنشروا، وحدين يعدلوا الأموال في كل في كل ما هو بلد تعرفوه وشي ما تعرفوه؟ حلاتي ما لنا عارفات شي، وهذو لسنتكم هما هما اللي قالوا ذا كامل. ياك سمعتوا شي ما هو لسن شي ما قالوا لسنتكم وقلنا؟ ياك سمعتوا؟ وحنا ما لنا باقيين حد يتم يتلعب بينا، ولا لنا قابلين هلو، وموينا 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 باقيين نشموا شوي من ريحة وطن اسوا كم. سمعتوا والله ما سمعتوا؟ منين عاد هرب كلها هرب ورا البحور وقعد يصادين احنا تيهو رانا قايل يطلعوا عنا موينا؟ لا تلا يصادين احد يبرك معانا في المغاره اللي احنا تي فيها والله لا تلا يصادين. ومرحبا بكم وسهلا. السلام عليكم. قالت لك فاطمه بدي ما قلت له عن شيعان حد، ولا قلت له عن عطشان حد، ولا قلت له عن خارج حد ضد الثوره، الثوره ما خارج حد ضده، والاستقلال ما خارج حد ضده، يا غير ما قعد له حد. ياك سمعتوا؟ كلهم شيء فضري يشوف منين قاس. قعدوا معانا والله سكتوا عنا. وذوك اللي قاعدين معانا قاعدين على تجارة روسهم، وقاعدين على حمولتهم الروسهم، وقاعدين على مشروعهم الروسهم، ما هم قاعدين من أجل يقدموا الثورة، ولا هم قاعدين من أجل يبوسوها القداء شورش يحل لها مشكلتها. ياك سمعتوا والله؟ لا تموا تنشرونا، لا تموا تنشرونا، ما خلق شيء ما جيتونا عليه، ولا خلق شي ما حملتوهن. ياك سمعتوا والله ما سمعت؟ هذا كامل تحملناه ورفدناه، يا غير منين بانت الاخبار؟ وعد لك اللي تنشر على حساب روحه وكلها يكبر فينا ذروته. احنا مولي اذا ما تلينا قابلين ما هو حر صحك تاكلوا النار. مرحبا وسهلا. صبرنا على موت الغليان، وصبرنا على حبسهم، وصبرنا على شين السعد، وصبرنا على شين الميمون. اللي تلينا صابرين اللي الصقع هو شنو؟ ما تلينا صابرين وموينا. السلام عليكم. احنا لا يقولنا حد شي ما هو شي خارق في الواقع، شي ما هو خارق في الواقع رانا منا قايلينه، ولانا شادين اخباره.